لما انا اكون طبقا للقانون موجود في وضع السياسه الدوائيه وموجود في التسعيره، ثم يتم تهميش النقابه في قرارات بيتم اتخاذها في الغرف المغلقه، ده معناه ان هناك امر ما يحاك بالصيدلي وامر اخر يحاك بالمريض وهو ما لا نقبله. لذا تم دعوه الجمعيه العموميه لاخذ القرارات اللي انتم عايزينها ثم نتناقش فيها ونضع المجال للمناقشه، والقرار اللي الجمعيه العموميه هيصدر عنها انا اول واحد ملتزم بيها، ويجب على كل صيدله الالتزام بقراراتي.